أهلا بكم على متن القطار الأصفر الذي تستقله 62 كيلومترا في قلب جبال البيريني الفرنسية، عابرا 19 نفقا وجسرين وثروة خضراء فريدة على امتداد وادي تات. إنه اليوبيل المئوي للقطار الأصفر الذي بات يشكل معلما محليا ينقل 400,000 راكب سنويا. سمعنا عنه عندما كنا في فورمو الشتاء الماضي، فاعتقدنا إنها فكرة جيدة بإجراء هذه الرحلة خلف الجبال واكتشاف المناظر الطبيعية والتقاط بعض الأنفاس. على الرغم من قدمه، لا يزال القطار الأصفر رائداً في مجاله، فمنذ إنشائه استخدم طاقة مولدة من محطات كهرومائية محلية تنقل إلى القاطرة الرئيسة عبر سكة ثالثة، واليوم لا يزال يجري بسرعة بطيئة لا تتجاوز 30 كيلومتراً في الساعة، ومعظم قطاعه لا زالت هي نفسها. نحن نعود بالزمن إلى الوراء على خط يتم استعماله منذ وقت طويل، لذا فنحن نسافر في ظروف كأسلافنا. يستخدم هذا الخط ركاب عاديون، وهو يعمل على أعلى محطات القطار الأوروبية التي ترتفع 2000 كيلومترا فوق سطح البحر. تشغل القطار شركة فرنسية توظف 90 شخصا، وبالنسبة إلى بعضهم هذا العمل يشبه حلما تحقق. نتعلق به حتى عندما لا نقوده. أنا من هنا من كاتالونيا، وأنا في الواقع أعيش حلم 9 من 10 أطفال في قيادة القطار الأصفر. لا يدر القطار الأصفر الكثير من الأرباح، لكن الجميع يحارب من أجل أن تبقى هذه القطعة التراثية على السكة في السنوات المقبلة.